عقدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى اجتماعا لها برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العلامة محمد أحمد مفتاح. كرس الاجتماع لاستعراض مستوى تنفيذ موجهات وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى المتعلقة بنصرة الشعب الفلسطيني والأقصى الشريف، حيث جرى استعراض الخطوات الرسمية والشعبية لمساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في وجه الكيان الصهيوني. وجرى الاطلاع على سير جهود التعبئة العامة في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة ومستوى التفاعل الكبير لأبناء الشعب اليمني مع القضية الفلسطينية بصورة عامة، وأبناء قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة شاملة بصورة خاصة. وأشادت اللجنة بالضربات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة بمجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ضد أهداف تابعة للعدو الصهيوني، وبواقع 4 عمليات وما مثلته من ترجمة عملية للموقف المبدئي الذي عبر عنه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في دعم المقاومة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة. وحيت اللجنة عاليا المواقف المشرفة للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية وتعبيرهم الأخوي والإنساني والأخلاقي الصادق لنصرة الفلسطينيين وخروجهم المشرف في مختلف المسيرات المنددة بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الغاصب ضد أبناء قطاع غزة المحاصر. ونوهت اللجنة بما حملته كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يوم أمس من تأكيدات بشأن استمرار دعم المقاومين في غزة وتصعيد العمليات ضد العدو الصهيوني في حال استمر في إجرامه الوحشي الهمجي ضد المدنيين، وأهمية مواصلة تنسيق وتوحيد جهود محور المقاومة في نصرة أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم المشروع في مقاومة المحتل وصولا إلى تطهير الأراضي الفلسطينية من دنس الصهاينة.